السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد للقناة. النهاردة هنتكلم على مقارنة مهمة جدا ما بين الشاشات النانو سيل والشاشات الأوليد والشاشات الكيوليد. طيب، أول حاجة يا جماعة، هي الشاشات الكيوليد هي شاشات بتقدمها شركة سامسونج، وهي تشبه شوية شاشات النانو سيل، لكن هي مش شاشات أوليد. الشاشات الأوليد هي تكنولوجي تانية خالص. هي تكنولوجي عبارة عن خلايا معمولة من مادة عضوية. الخلايا دي بيسموها خلايا ذاتية الإضاءة، يعني الخلية بتنور لوحدها من غير إضاءة خلفية، زي فكرة الشاشات ال LCD أو شاشات الليد، كلها بتبقى قايمة على فكرة الإضاءة الخلفية. طب إيه الفرق الجوهري؟ الفرق الجوهري إن الإضاءة الخلفية بتخلي الألوان الغامقة وبالتحديد اللون الأسود يبقى أخف شوية، مش لون بيور، لكن الشاشات الاولاد بتقدر تدي لك اللون البيور اللي مفيش اضاءه خلفيه. الحاجه برضو التانية المهمه جدا، وان هي حجم الشاشه رفيع جدا، فدايما بننصح ان الشاشات الاولاد انها تتعلق افضل، لان هي فكره ان انت مثلا تحطها على مكتب او تحطها على ترابيزه التلفزيون شويه بتبقى حساسه للخبطات جدا، وهي شاشات طبعا غاليه جدا. فده الفرق الجوهري. لكن هي شاشات 4K زيها زي الشاشات ال 4K نانو سيل او الشاشات الكيولاد ال 4K. تمام. طيب، الكيولاد والنانو سيل الفرق الجوهري ما بينهم، دي برضه نقطة مهمة جدا. هي الشاشات الكيولاد هي شاشات بتعملها سامسونج. تمام. الشاشات بتبقى اساسها او اساس البانل بتاعتها او الالواح بتاعتها بتبقى الواح في اي. الالواح الفي اي بتبقى نوعية الواح زي ما بقول كده بالبلدي، بتقدم لك الوان اجريسيف، الوان قوية، مش الوان، مش مقصود بيها تشبع الوان، لا اقصد بيها الوان قوية، الوان غامقة. لكن الشاشات النانو سيل عشان وشاشات ال LG عموما عشان بتعتمد على البانل اللي هي الاي بي اس، فبتدي مميزات كتير قوي، من ضمنها تشبع الالوان الغير عادي. كمان الشاشات الالواح الاي بي اس فيها ميزه ان مع الاضاءه القويه الشاشه ما بيبقاش فيه ريفليكشن، او ما بيبقاش فيه نوع من انواع ان الشاشه بتعكس الاضاءه، فما تضايقكش وانت بتتفرج، لا بتبقى مبسوط جدا وانت بتتفرج. وفي نفس الوقت النانو سيل او فكرته كلها قايمه على فكره ان هو عامله زي ما بيقولوا بالبلدي كده مصفى. المصفى دي بتعمل ايه؟ بتصفي لك الالوان الضعيفه، بتبقى مش موجوده خالص، وتفضل الالوان القويه. فعشان كده بتدي تشبع وسطوع اعلى شويه من الشاشات التانيه. دايما ال جي مشهور جدا عنها حته التشبع الالوان الغير عادي. فالشاشات الاولد الشاشات السوري النانو سيل بتعتبر هي اقرب شاشات من شاشات الاولد بالنسبه لي. لكن طبعا هي الاولد اقوى بكل المقاييس، وطبعا هي اغلى، فهي قوتها الاساسيه في حته ان الالوان نقيه نقاء 100%. التانيه تقدر تقول كده، لو هنقول مثلا من 10 هنقول مثلا 9.5 من 10، فهي قريبه منها جدا، لكن حته برضو التقنيه الاساسيه بتاعتها لا بتفرق. طيب، شفنا في الفترات الاخيره شاشات نانو سيل من ال جي، شاشه 55 بوصه وتلاقي الشاشه ب 10,000 جنيه، ونوع تاني هي برضو ال جي ونانو سيل وكل حاجه و4K، وتبص تلاقي شاشه تانيه ب 14,000. طب ايه الفرق؟ الفرق الجوهري في نوع البروسيسور. البروسيسور هنا الفا 7، والبروسيسور اللي هو التاني بروسيسور اقوى منه شويه. طبعا هو اعلى بروسيسور قدمته ال جي هو بينزل في الاولاد اللي هو الاي 9. تمام. طيب، الحاجه اللي بتفرق معانا جدا في السعر، ان انا دلوقتي لو بشتري قدامي اثنين مثلا نانو سيل، واحده ب 10 وواحده ب 14، الفرق اللي بينهم مش قوي قوي لدرجه ان انا احط 4,000 جنيه زياده، لان هي بادجت كبيره جدا مش بسيطه. ما بشتريش تلفزيون كل يوم، انا التلفزيون بشتريه كل فتره، فمش كل يوم، فيوم ما بشتري لازم افكر كويس قوي انا بشتري. فالشاشات النانو سيل ميزتها ايه كمان من ضمن برضه المميزات القويه جدا؟ ان في حاجه اسمها لوكال ديمينج، بنسمع عنها كتير قوي. يعني ايه لوكال ديمينج؟ لوكال ديمينج بمنتهى البساطه توزيع للليدات في كل حته في الشاشه، بمعنى ان انا الشاشه هتبقى منوره معايا 100 100، التوزيع من جوه تمام. طيب، هيفرق ايه؟ هتحس الفرق ده بشكل كبير جدا مع الشاشات العاديه او النص نص. هتلاقي مثلا لو عندك فيلم مثلا بيتذاع مثلا او مسلسل، وفي مثلا مشهد غامق شويه، الاضاءه فيه غامقه او ضعيفه، هتلاقيه في شاشات نوعيات مثلا اقل شويه هتلاقيه غامق قوي، وممكن يكون مش متشاف خالص. لكن في شاشات ال LG هتلاقيه مميز، هتلاقيه كويس، هتلاقيه متشاف وانت مش متضايق، هتلاقيه واقعي اكتر. فهي دي الفروقات او التكات البسيطه اللي بتفرق. الماتيريال اللي بتقدمه الشاشه ال LG بصراحه رائع.
الشاشات السامسونج شاشات قوية جدا برضه، وهي منافس رئيسي ال جي. بس ال جي بتتفوق في ايه؟ ال جي بتتفوق مثلا في الماجيك ريموت وتكنولوجيا الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وبتتفوق بقى في الماتيريال. لما انت تيجي تشوف مثلا شاشة زي النانو سيل، شاشة تخينة شوية، هتلاقي مثلا طبق عليها طبقة حماية. الشاشات التانية اللي بتقدمها سامسونج في نفس الفئة ما عليهاش الحتة دي، هي بتراعي أكتر الشكل الجمالي. برضه سامسونج عامل ميزه حلوه جدا ما شفتهاش بصراحه في اي شاشه، وهي ان عامل زي مجرى للاسلاك من ورا بحيث انت توصلها. الموضوع ده بيفرق جدا مع الشاشات اللي بتتعلق بامانه يعني. فالال جي يعني بتتعبك شويه وهي ما بتتعلق يعني، لكن هي بصراحه شاشه رائعه بكل المقاييس. فانا حبيت هنا في الفيديو بس ان انا انوه على الجزئيه دي او عن الفروقات الاساسيه اللي بتحير الناس. الشاشات يا جماعه الليد هي عمر افتراضي احسن من شاشات الاوليد. شاشات الاوليد اغلى، ولكن هي الشاشات الاوليد قوتها الرئيسيه في حاجتين. الحاجه الاولى وهي الالوان الواقعيه والتشبع اللي ملوش حل، والحاجه التانية رفع الشاشه الشكل الجميل اللي ملوش حل. بس رفع الشاشه ده قصاده علق الشاشه صعب قوي ان انت تحطها فعلا، لان لو اتخبطت خبطه كده او خبطه كده عندك اطفال ولا حاجه الموضوع يبقى صعب جدا جدا جدا. الشاشات الكيولد سامسونج عملتها تشبه جدا شاشات النوسل، وهي فكرتها حلوه جدا انها اقرب برضه حاجه للشاشات الاوليد، لكن هتبقى هي الشاشات الاوليد هي احسن تكنولوجيا موجوده دلوقتي في التلفزيون. لكن هندور بقى على سعر مناسب، وهندور على عمر افتراضي، وهندور على شاشه ننبسط منها، لا طبعا النانو سيل. والنانو سيل وبرضه ال جي مؤخرا في 2021 نزلت برضه الشاشات الفئه اللي هي اليو بي او اللي بيسموها الاب، طبعا افضلهم ال 850. الشاشات طبعا رائعه جدا وطوروا فيها بشكل كبير جدا، فهي تعتبر شاشات قويه جدا. بس انا حبيت ان انا اكد في الفيديو دي واستاس قوي على فكره النانو سيل، لان ناس كتير كانت مستغربه ليه فرق النانو سيل ضخم قوي في السعر. تبص تلاقي مثلا شاشه مثلا بتقدمها برضه ال جي اليو ان مثلا، تلاقي الشاشه مثلا 7 8، تبص تلاقي النانو سيل داخله لك في 9 و10. طب ليه الفرق الكبير قوي ده في السعر؟ لا في فرق فعلا في السعر، يعني زي ما قلنا الاساس هو في الجزئيه دي، هي فكره ان انا الالوان اقوى ومشبعه اكتر، وفكره حته برضه توزيعه الليدات في كل الشاشه دي طبعا حاجه رائعه جدا. فالباك لايت هي عامله معادله خطيره جدا، ومن ضمن برضه مميزاتها انها قادره برضه تحافظ على اللون الاسود يكون بنسبه كبيره جدا قريب جدا من الاوليد. لان كانت عيوب شاشات كتير جدا قبل كده بتتقدم ان عشان الاضاءه الخلفيه بحس اللون الاسود بيضعف، لا هنا قدروا يحافظوا بقى على اللون الاسود. واتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون لخص الموضوع بشكل كويس، وما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.